السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الأصدقاء، الحلقات الخاصة شهر رمضان المبارك. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقات الخاصة بشهر رمضان المبارك، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وقيامكم يا رب العالمين. وفي هذه العشر الأواخر إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم كل هذه الأعمال اللي سويتوها في رمضان، وإحنا استمتعنا معكم في هذه الحلقات. ولكن أكيد برنامجي ما يحلو إلا بصديقي ذكي. أهلا وسهلا أرشوك يا محمد. أهلا وسهلا بك يا محمد، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الذين انضموا لمشاهدة هذه الحلقة، الحلقة الأخيرة من برنامج الأصدقاء، الحلقات الخاصة بشهر رمضان المبارك. طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقات كما قال محمد، ولكن إن شاء الله سنلتقي بكم خلال حلقات خاصة بعيد الفطر المبارك. سنقول لكم المزيد وتفاصيل أكثر عن حلقات العيد خلال هذه الحلقة، لذلك تابعونا حتى تعرفوا أين سنكون ومتى، وأيضا التحديات إذا أردتم أن تشاركوا معنا على المسرح مباشرة. قلت جزء من المفاجأة. جزء من المفاجأة. جزء صغير من المفاجأة. أكيد مشاهدينا الكرام، وتعودنا طبعا في هذه الحلقات تعودنا أن يكون عندنا في الفقرة الثانية طبعا الشيخ محمد الدوسري اللي استمتعنا وهو كان معانا، وايضا طبعا نحب نسلم على صديقنا عبد الله اللي هو الان في السنغال. كل التوفيق يا عبد الله، واستمتعنا فعليا معاك في الحلقات الماضيه، الحلقات الخاصه بشهر رمضان المبارك. طبعا يا محمد خلال ايضا حلقات الخاصه بشهر رمضان المبارك زارنا الكثير من الاصدقاء هنا في استوديو برنامج الاصدقاء مع الشيخ محمد، وتحدثت معهم واكتسبنا اصدقاء جدد لبرنامج الاصدقاء. كل التحيه لكل الاصدقاء الذين شاركوا معنا هنا، وطبعا خلال الحلقه سنقدم لهم التحيه ايضا، وسنتذكر مواضيع الحلقات التي مرت خلال هذا الشهر الفضيل. طبعا يا محمد اليوم ايضا لدينا اتصالات المشاهدين او اتصالات الأصدقاء على الرقم 54181 لكي نبدأ بالمسابقات، وأيضا يا محمد لكي نتحدث اليوم معهم عن التجهيزات الخاصة بالعيد. هل جهزت أنت للعيد يا محمد؟ أنا جاهز مشاهدينا الكرام، وأنتم جاهزين؟ معنا اتصال. جاهزين معنا اتصال. أهلا وسهلا يا منار. منار السلام عليكم. اهلا وسهلا، اخبارك يا منار؟ خليفه. ها خليفه اهلا وسهلا يا خليفه، اخبارك يا خليفه؟ معليش تدخلت الاتصالات مع بعض مع بعض. خليفه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله ان شاء الله دوم. خليفه كم عمرك؟ 8 سنين العمر كله. خليفه ما بقى تقريبا الا يومين او 3 أيام بالكثير ويبتدي العيد وفرحه العيد. انت جاهز حق العيد ان شاء الله؟ ليش بس زعلان اليوم؟ صح العيد خلاص بنخلص، امس ليله 27 واليوم 28، تبقى يومين او ثلاثة. يومين ثلاثة يوم ثلاثة يوم اليوم 27 اليوم 27 الاربعاء من الثلاثاء العيد، والله اعلم ان شاء الله. خليفه متى العيد؟ بنعرف يا مكمل للشهر او ان لحظه لنرى. خليفه يا محمد يلا الاربعاء طلع القمر عندكم ولا ماذا؟ ماذا قال خليفة؟ ما طلع للحين، يأكدون قبلها إن شاء الله. يعني نعرف يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله نعرف إذا كان العيد يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. طبعا أنت جاهز للعيد يا خليفة؟ نعم. ما هي أهم التجهيزات التي تقوم بها للعيد؟ الثوب والغطرة للعيد. لم أسمع. الثوب والغطرة. ثوب الغطرة للعيد. طيب ما هي أهم الأعمال التي تقوم بها خلال العيد؟ صلاة العيد. صلاة العيد. وماذا أيضا؟ بعدين. الله عليك. لا اليوم محمد، اليوم محمد محمد. الآن وصلنا إلى فقرة المسابقات لنرى الصندوق الأول لخليفة. يلا. إذا يا خليفة لنرى ماذا يوجد داخل الصندوق. سؤال ومعلومة.
أما الجائزة فهي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. والسؤال يقول يا صديقنا خليفة، كم يوم هو عيد الفطر؟ يوم واحد ولا يومين ولا خمسة يوم؟ يلا بدأ العد العكسي، 30 ثانية. ماذا؟ يوم واحد. من متى احنا نعرف ان خلاص بدأ العيد؟ يوم واحد ولا يومين ولا خمسة يوم؟ صارت العيد صليها يوم أيام. عادة أنا أعرف بأن العيد أربعة أيام. العيد أربعة أيام، ولكن نحن نتكلم هل هذا صحيح يا خليفة؟ العيد أربعة أيام، ولكن احنا كم مرة نصلي في صلاة العيد؟ لنارة يوم واحد. يوم واحد انتهى الوقت. والإجابة إجابة صحيحة. ألف مبروك، ألف ألف مبروك يا صديقنا خليفة، 500 ريال قطرية مقدمة من قناة الريان الفضائية. طبعا هو يوم واحد يا محمد، ولكن نحتفل لمدة أربعة أيام. الآن وصلنا للاتصال الثاني ونقول ألو لمنار. الآن معنا منار، أهلا بك يا منار. منار أهلا. ماذا يحدث مع الاتصال مع منار اليوم؟ ما أدري. منار تسمعيننا؟ منار أنت معنا؟ السلام. كيف الحال يا منار؟ منار لو سمحتي في البداية أخفضي صوت التلفاز واسمعينا من خلال الهاتف أو الموبايل أو الجوال. قصري على صوت التلفزيون واسمعينا من الجوال عشان ما يصير صدى. أوكي؟ ألو هلا. سلام عليكم منار. من؟ معكم غلا اليوم يا محمد. غلا وقبل شوي خليفة غلا اخبارك؟ الاتصالات كثيفة اليوم. معلم صايمين مع بعضها. صايمين والامور طيبة. غلا اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دوب. غلا كم عمرك؟ ست سنين. العمر كله ست سنين ما شاء الله تبارك الرحمن. غلا اليوم نحن نتحدث عن التجهيزات الخاصة بالعيد والأعمال الخاصة بعيد الفطر، فما هي أهم التجهيزات وأهم الأعمال التي تقومين بها خلال وقبل العيد؟ أشتري ملابس. بعد الملابس طبعا الملابس الجديدة شيء. أكيد الملابس الجديدة في العيد. بعد شو تسوون في العيد؟ زيارة يعني. هو كان قاعد جاوب. أنا متحمس حق العيد. اوكي زيارة بيت الاهل. والله اعمال كثيره تقدر تسويها يا ذكي في العيد. لهذا نحن نريد ان نعرف الاصدقاء كيف يمضون العيد. ماذا ايضا؟ الان سنمضي مع المسابقات. يلا لنرى الصندوق الثاني. هناك. يلا يا غلا الصندوق الثاني ولنرى ماذا يوجد داخل الصندوق. حرف ورقم. أما الجائزة فهي أيضا 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. يلا يا غلا نشوف مع بعض على الشاشة حرف ورقم. عندنا يا صديقتنا غلا وأصدقائنا المشاهدين عندنا الأرقام من 1 إلى 4، والرقم لازم ما يتكرر لا أفقيا ولا عموديا. وبدأ الوقت الآن. كيف يعني؟ يعني يا غلا لديك مجموعة من الحروف كما ترين، عليك أن تعرفي ما هو الرقم المختبئ خلف هذه الحروف. يعني ولكن لا يجب أن يتكرر الرقم من 1 إلى 4، لا يجب أن يتكرر لا فوقيا ولا عموديا. مثلا لا سأساعدك برقم 1. أنا حرف الباء. حرف الباء. ما هو حرف الباء يا محمد؟ حرف الباء 3. هل أنت متأكد؟ نعم 3. أرأيت كيف؟ مش متكرر في. يلا تابع حرف التاء. رقم 5. لا من 1 إلى 4 فقط. بس من 1 إلى 4. واحد. لا واحد. ها ايوه يا غلا. اوكي صح. انطلقت غلا. يلا حرف الجي. حرف الحاء. حرف الحاء سهل. واحد. صح غلا. اوكي تابع حرف الجيم. 4. انطلقت غلا. خلاص يلا حرف السين. 2. سين 2. حلو. يلا حرف الشين. رقم 1. لا حرف الشين.
شين على اليمين؟ افقيا وعموديا. ثلاثة. يلا تابع حرف الضاد. اسرع. أربعة. يلا حرف الطاء. واحد. ألف مبروك. ألف مبروك يا صديقتنا غلا 500 ريال قطرية مقدمة من قناة. يعني غلا لم تكن تعرف المسابقة ولكنها انطلقت عقب ما ساعدناها بس في البداية، ولكن بعدين بدأت. طبعا ألف مبروك لغلا وألف مبروك لخليفة، ونلتقي بعد قليل. الآن سنكون مع فاصل بسيط، وبعد هذا الفاصل سنكون مع الشيخ محمد الدوسري ومع أصدقاء جدد. وإذا أردتم أن تتعرفوا على هؤلاء الأصدقاء ما عليكم سوى أن تنتظرونا بعد الفاصل. أصدقائنا لا تروحون بعيد، إحنا راجعين. مرحبا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامجكم برنامج الأصدقاء. وطبعا هذه المرة بما ان احنا وصلنا للحلقه الاخيره، واول شيء ارحب فيك يا ذكي، اهلا وسهلا من جديد. اهلا بك يا محمد. ولكن هذه المره فقط انا واثق اليوم بما ان احنا وصلنا للحلقه الاخيره ان عندنا اليوم ضيوف. والله يا محمد انا سافاجئك وساقول لك بانه ليس لدينا ضيوف اليوم، سنكون انا وانت فقط بما انها الحلقه الاخيره بالحلقات الخاصه بشهر رمضان المبارك. لذلك لا تتفاجأ يا محمد بانك عرفت هذه المعلومه، لانك لم تعرف اي شيء منذ بدايه البرنامج اصدقائي. ومحمد وعبد الله قبله ايضا عندما كان عبد الله معنا، تحيه لك يا عبد الله، دائما عندما نصل الى هذه الفقره يقولون لي بانه لا نرى ضيوف هنا، اين هم الضيوف؟ اليوم ما في؟ اليوم هو متاكد، فانا ساقول لك بانه ليس لدينا ضيف اليوم. بس ان احنا تعودنا احنا والاصدقاء يكون عندنا ضيوف. قلت لك بانه ليس لدينا ضيف اليوم، لدينا ضيوف، ولكن اذا اردتم ان تعرفوا من هم هؤلاء الضيوف ما عليكم سوى ان تقولوا اهلا وسهلا. نظر. على الوقت نظرة على الوقت اليوم على الوقت إلى الساعة. يلا أهلا وسهلا. من أهلا وسهلا؟ أهلا بنجلاء، تفضلي. أهلا وسهلا بك يا عبد الله، تفضلي. حياك، تفضلي. أهلا وسهلا. أخبارك يا عبد الله؟ طيب الحال، تفضل. شيخ محمد أهلا وسهلا، حياك الله. ختام إن شاء الله، ختامها مسك إن شاء الله. تفضل، حياك شيخ، تفضل. الله يرحب بك. اهلا وسهلا بك شيخ محمد. الله يحييك يبقيك. اليوم الحلقة الأخيرة شيخ محمد، وطبعا هذا اللقاء الأخير خلال شهر رمضان المبارك، ولكن إن شاء الله يتجدد اللقاء بعد هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله. اليوم ماذا لدينا؟ اليوم طبعا بتكون حلقة مميزة، راح نتكلم عن ما بعد رمضان وهو ايش؟ العيد. راح نتكلم عن العيد وآداب العيد خاصة مع أصدقائنا. إذن لنتعرف على الأصدقاء وبعد ذلك نبدأ بالحديث عن العيد. نبدأ مع نجلاء. أهلا وسهلا بك يا نجلاء، كيف الحال؟ طيبة. بخير نجلاء، ما رأيك أن تعرفي الأصدقاء الآن عنك، اسمك، هواياتك، في أي صف أنت، وكم عمرك؟ انظر إلى الكاميرا إلى هناك وابدأي الآن. السلام عليكم، أنا اسمي نجلاء وأنا صف الثالث، أنا في مدرسة نصيبة بنت كعب، وأحب لون البنفسجي، وأحب كرة القدم، وأحب فريق الريان. جميل جدا، يعني كل الأصدقاء، إذا لاحظت يا شيخ محمد ويا محمد، كل الأصدقاء كانوا مع فريق الريان، أغلب الأصدقاء مع فريق الريان كانوا. أي فريق الريان، وعبد الله كان مع فريق الفوز. والبنات أغلب البنات يفضلن اللون البنفسجي. لماذا تفضلين هذا اللون؟ لأنها لون جميل ورائع. أوه، وأيضا عرفت بأنك تحبين كرة القدم، فهل تلعبين مع فريق لكرة القدم؟ نعم. مع أي فريق؟ فريق الريان. لا، أنت تحبين فريق الريان، ولكن تشجعين فريق الريان، وهل أنت تلعبين مع فريق مثلا فريق الفريج أو فريق المدرسة؟ أو لا؟ يمكن في البيت هذا. لا، تحبينها في فقط بيتي. تلعبين في البيت فقط، تحبين لعبة كرة هواية. أهلا وسهلا بك يا نجلاء، والآن ننتقل إلى عبد الله. أهلا وسهلا بك يا عبد الله، كيف الحال؟
الحمد لله بخير. عبد الله أيضا أنت عليك أن تنظر إلى الكاميرا إلى هناك وتعرف الأصدقاء عن نفسك، تفضل. اسمي عبد الله يوسف يوم بابا. عمرك؟ 9 سنوات. في أي صف؟ الصف الرابع بعد سات الغراس. يا أهلا وسهلا بك. إذا ما هي هواياتك يا عبد الله؟ كرة سلة. كرة السلة أول مرة. هذا كرة السلة أول صديق. أول صديق يحب كرة السلة. ليش عبد الله كرة السلة؟ اشرح لي ليش كرة السلة؟ سهلة وحلو. سهلة؟ أيوه حلو. معنا أنا أحسها صراحة عندي أنا أحسها أنها صعبة. لا كرة وهدف. شيخ محمد شكله لعيب. لا قلبي. كرة السلة. بس قوانينها. قوانينها. تحتاج إلى مهارات معينة. طيب أنت بالنسبة لك يا عبد الله قالت لنا نجلاء بأنها لا تلعب مع فريق معين، ولكن أنت هل تلعب مع فريق معين بكرة السلة؟ في المدرسة بس. فريق المدرسة. في المدرسة فقط. وهل تطمح لأن تتمرن وتصبح مع فريق آخر خارج المدرسة؟ نادي يعني. لا حتى الآن تحب أن تدخل نادي لتتعلم اللعبة أم لا؟ أحب. في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا بك يا عبد الله ويا نجلاء. طبعا اليوم الحديث مع الشيخ محمد سيكون عن التجهيزات الخاصة بالعيد وعن آداب العيد أيضا والأعمال الخاصة بالعيد. حتى نسمع هذا الحديث ما رأيكم أن نتوجه إلى هنا ونجلس على الأرض؟ يلا حياكم. أهلا وسهلا. حيا الله من يانا. يلا تفضلوا شيخ محمد. يلا سيجلس معنا هنا. يلا. اليوم سنجلس الآن على الأرض وسوف نتحدث معك يا شيخ محمد عن العيد، تفضل. بل حياكم الله جميعا. أنا أرحب بالأصدقاء الجدد عبد الله ونجلة، حياكم الله. وهذه حلقة مميزة اللي أنتم تكونون فيها، هذه حلقة ختامية في برنامج الأصدقاء لهذا شهر رمضان. شهر رمضان المبارك. طبعا نتكلم عن ما بعد رمضان. طبعا الحين كم باقي في رمضان؟ بس باقي اليوم 27، باقي 3 أيام أو يومين. 3 أيام يومين. فنبي من أصدقائنا يجتهدون، يعني دائما لو دخلنا في أي سباق يا ذكي، هل دائما نهاية السباق الواحد يعني يخفف عزمه ولا يعطي اللي عنده؟ لنرى مع نجلاء. أنا نجلاء. أعطى تقرير نجلاء. إذا كنت في سباق جري وخلاص باقي على خط النهاية شيء قليل، هل تجتهدين أكثر ولا تخففين؟ بجتهد. تجتهدين صح؟ عبد الله ماذا تقول؟ السؤال هو لو كنا لو كنت في سباق يا عبد الله وقربت من خط النهاية، وش اللي يصير معك؟ هل أنت تجتهد زيادة ولا خلاص تخفف؟ تركض أكثر أسرع مدام أن أنت قريب من الخط، ولا أن أنت بتخفف؟ أنا بتخفف. أكيد أكيد الكل بيركض بيجتهد. ها؟ أكيد طبعا بيجيب أقصى. وهذا دائما حتى في سباقات الخيل تلقى خلاص يعني في نهاية السباق الكل إيش يبي يوصل للفوز. نحن الآن في خط النهاية مع رمضان، الواحد ما يفتر، البعض يعني يشغل نفسه بغراض العيد الان يروح يشتري، المفروض لا من بدايه رمضان او من قبل رمضان تحاول انك تاخذ اغراضك الرئيسيه بحيث يبقى اشياء خفيفه حتى تجتهد في العباده في هذا الشهر. هذا اللي نبيه الاول من اصدقائنا. تمام يا ذكي؟ طبعا. طيب يوم العيد او شيء عيد من اسمه يعني فيه فرح، فيه سرور، فيه ابتسامه، فيه صله رحم، ولازم نربطها مع الحلقة اللي أخذناها يا ذكي ومشكورين على الحلقة اللي كانت عن صلة الأرحام. عن صلة الأرحام أي. طبعا تكلمنا أن صلة الأرحام كم قسم؟ قسمين، واجبة مستحبة. الواجبة الآن يبين الآن يجينا في العيد. أيوة لازم. العيد تصل رحمك اللي هو أبوك أمك خالاتك أخوالك أعمامك عمات، هذا كله الجد والجدة. يا سلام جد والجدة، أحسنت. هذا أول شيء هنا يبين صلة الرحم، يعني تروح بيتهم تزورهم تسلم عليهم وتعيد عليهم. طيب خلينا نرجع الآن بداية يوم العيد. أول ما بدأ يوم العيد نستقبله أولا بالنظافة، قبل نخرج لصلاة العيد نبدأ إيش؟ تسبح، تنظف، بعدين نلبس أحسن الثياب سواء من الأبناء أو من البنات. كل واحد يلبس، ما شاء الله اليوم نجلة ما شاء الله كاشخة يعني كاشخة العيد ما شاء الله. فالواحد يلبس لبس العيد يكشخ يستعد لهذا اليوم، يستقبلها إيش؟ الملابس الجميلة. اثنين الرجال والنساء، وانا كنت اتكلم مع عبد الله وقلت له عبد الله يوم العيد الصباح وين تروحون مع الوالد؟ انا صلاه العيد. يا سلام عليك بطل صلاه العيد. طيب تذكر شيء عن صلاه العيد؟ في شيء غريب فيها؟ شيء مميز. ما هو المميز في صلاه العيد؟ انا بجاوب، عندي جواب. لحظه لنرى
نظرة عبد الله. أعطى فرصة يا محمد، كله مستعجل ما عنده صبر. ما هو المميز فيه في صلاة العيد؟ الصلاة ولما ندعى الله. أحسن، جميل جميل. طبعا هل نعطيه فرصة لكي يجي؟ لا لا ما نعطيه. لا خلي يصبر. طيب يلا اصبر. يلا عدد التكبيرات. يا سلام عبد الله، لو لاحظت تكبيرات الله أكبر الله أكبر، صح؟ واجب سبع مرات. اي، ولذلك عندنا الركعتين صلاة العيد ركعتين، ركعة الأولى يكون فيها سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وعندنا ركعة ثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. يعني تخيل يا ذكي، الله أكبر الله أكبر سبع مرات. لكن لو واحد نسى شيء منها أو أخطأ في شيء منها أو جاء متأخر وهم يصلون، ما يحتاج أن تكبر هذه إيش تكبيرات اللي فاتك، لأنها سنة. يتابع أوكي. يتابع معلي، بس تكبر التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة إيش الإحرام، دخول في الصلاة وخلاص يكفيك. جميل. طيب هل صلاة العيد هي صلاة واجبة؟ نعم صلاة واجبة. من أي عمر؟ على الجميع، كل الأعمار. كل الأعمار، وذاك نحب الصغار هم يعودون أنفسهم. طبعا هي على البالغين، لكن نبي الصغار يتعودون. لذلك النبي كان يأمر حتى النساء أن يخرجنا إلى الصلاة يشهدنا دعوة المسلمين والخير. فحلو أن الكل يطلع يصلون في المسجد ويحصلون على الفضل العظيم. طيب عندنا الآن تكبيرات العيد، وعندنا بعد الصلاة شوف يوم الجمعة خطبة بعدين صلاة. العيد عكس، تكون الصلاة على طول بعدها يكون الخطبة. الخطبة مو بلازم أنك تسمعها، يعني لو واحد يبي يطلع أو مستعجل الأمر سهل، لكن الأفضل أنك إيش تستمع لها. وأكيد في نهاية الخطبة الشيخ بيدعي فتقول آمين فتكسب هذه الدعوة. والعادة خطب العيد ما تكون طويلة، فحلو الواحد أنه يعني طلعت يعني أخذ الأجر كامل. صح، هذه تقريبا أول أعمال العيد. شيخ نعم. محمد، احنا تكلمنا عن أول أعمال العيد ما قبل العيد وهي زكاة الفطر. شو احنا نطلع زكاة الفطر؟ يعني في كل دولة اللي احنا نعرفها في دول الخليج مثلا لهم من الأكل اللي هم يأكلونه، والمثلا الدول الثانية لهم من نفس الأكل فهم يطلعون من أكلهم. فشلون تصير زكاة الفطر ومتى أنا أدفع زكاة الفطر؟ حلو أحسن. اللي يهمنا في زكاة الفطر عشان أصدقائنا يستفيدون، زكاة الفطر تشمل الجميع، يعني صغار وكبار. الصغار عمره شهرين عليه زكاة فطر. يعني نجلاء عمرها كم؟ 8 سنين. عليك زكاة فطر يا نجلاء. عبد الله 9 سنين. 9 سنين عليك زكاة فطر. طيب زكاة الفطر نقدرها تقريبا اليوم، أول كان بالكيل بالصاع، اليوم بالوزن قالوا قرابة 3 كيلو. 3 كيلو، فكل شخص يخرج 3 كيلو من الرز أو من القمح، فاليوم الأكثر يخرجها من الرز. نعم. طيب لو الواحد ما يقدر أنه يأخذ رز ويوديه مثلا للمحتاجين وكذا، ممكن عن طريق الجمعيات، يروح عند إحدى الجمعيات يعطيهم الفلوس وهم يطلعونه إيش طعام. يعني هم يأخذون الفلوس يعطونها الفقير، ويأخذون يشترون طعام رز ويعطونه إيش هذا الفقير. فأحسنت، زكاة الفطر جدا مهمة، وقتها ينتهي قبل صلاة العيد. يعني إذا صلينا العيد انتهى وقتها، لازم الإنسان إيش قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. قبلها بيوم، قبلها بيومين حتى. قبلها بيومين. نعم. طيب قلت لنا بأن بدأنا بصلاة العيد وأيضا الآن تحدثنا عن الزكاة. طيب هلأ العيد، ما هي آداب العيد؟ حلو، عندنا من السنن أخوي ذكي خاصة في عيد الفطر أن تأكل تمرات، يعني قبل صلاة العيد تأكل تمرة حتى تعلن أنك إيش في هذا العيد أنك مفطر. هذا النبي كان يفعلها، فحلو ان الانسان قبل يخرج صلاة العيد انه ياكل ايش اي حاجه او يشرب ماء بحيث انه يكون مفطر. معليش السؤال ما ما هي اداب العيد؟ حلو، اداب العيد احنا نتكلم في البدايه عن الصلاه وعن التطيب وعن اللبس وعن حضور الخطبه. عند الان من الاداب صله الارحام. صح، هي اهم شيء. اول ما نرجع من صلاه العيد خلاص تبدا الان الزيارات. أنا يهمني دائما ذكي مع أصدقائنا، البعض في يوم العيد يزعل والدينه. كيف؟ ثوبي مو بحلو، أو من عالي لونها مثلا ما عجبني، أو التسريحة أو كذا كذا، يشغل يعني يخرب فرحة العيد. فأنا أتمنى من أصدقائنا أنهم إيش أنهم يكونون لطيفين مع والدينهم، أنهم يكونون حبايب مع والدينهم، راضين بالشيء اللي يعطونه.
طبعا. نعم. وهنا نعود ايضا الى موضوع الذي تحدثنا عنه ايضا خلال حلقات برنامج الاصدقاء، وهو بر الوالدين ايضا. نعم. الاحترام، احترام الوالدين. قلنا بان الملابس الجديده هي مهمه في يوم العيد، ولكن نحن نعلم بان هناك بعض الاطفال الذين لا يستطيعون شراء ملابس جديده، فما هو واجبنا تجاه هؤلاء الاطفال؟ حلو حلو سؤالك ذكي، بارك الله فيك. يعني مو بالكل مقتدر وعلى كل عيد وعلى كل مناسبة يشتري له كم ثوب ونعال وكذا، البعض على قد حاله يعني عنده ثوب لكن مو بجديد استخدمه في رمضان أو قبل رمضان. فحلو أن نراعي شعورهم أولا بالصدقات، يعني لو أنا أعرف بيت معين ممكن أنا إيش أساعدهم بالصدقات. اثنين لو كنا في المول أو في السوق شفت أنت واحد من الأطفال ثوبة مثلا مو بعشرة على عشرة، ما أعلق عليه تعليق سلبي. ليش هذا الثوب قديم أو هذا الثوب قد لبستوه من قبل شفناه عليكم، هذه كلها نبتعد عنها لأن العيد فرحة، نحاول أن ما نكسر خواطرهم. نراعي شعور الآخرين. يا سلام، نراعي شعورهم ونحاول ما نكسر خواطرهم. صح، حتى لو مثلا نحن في العادة، أنا مثلا لنقل بأنني أنا طفل وأنا في العادة أحب أن أشتري ملابس العيد، ولكن هذه السنة أنا أعلم بأن والدي أو والدتي ليس بمقدورهم أن يشتروا ملابس جديدة، فما هو واجبي تجاه والدي؟ أحسن، واجبي أني ما أضغط عليهم، لأن أكيد هم يبون يشترون الأفضل، ودهم أن نلبس أحسن شيء، لكن مرات مثل ما قلت ما عندهم سيولة، ما عندهم مادة الفترة هذه، ما يحتاج نضغط عليهم يشتري لي ثوب يشتري لي كذا أو يشتري لي نعال أو يشتري لي فستان وتحن عليهم تحن عليهم لين تزعلهم، لا نبتعد من هذا الشيء. بالعكس إذا هو يقدر راح هو يبادر يشتري لك، إذا ما يقدر بالعكس قل له أنا عندي فستان اللي لبسته السنة الماضية جميل وحلو ما في أي شيء، أحاول أني أساعدهم بأني أقلل مصروفات البيت. شيخ محمد، شنو الأدعية اللي نذكرها مثلا في العيد، الأدعية اللي مذكورة في عيد الفطر؟ هو مو بأدعية قد ما هي تهنئة، أكثرها تهنئة، يعني مثلا خلص من صلاة العيد يقول تقبل الله منا ومنكم، فأنت تدعو له بالقبول في صيامه في رمضان وتهنئه مبارك عليكم الشهر ومبارك عليكم العيد وتقبل الله طاعتك، يعني من هذه الأدعية بشكل عام يعني بشكل عام تكون تهنا في عيد الفطر أكثر ما يكون دعاء بالقبول، قبول العمل، دعاء بالقبول. جميل جدا. طيب شيخ محمد، انا الان انتقلت الى هنا، يعني بسرعة. معنا اتصالات، سنقول الو من معنا. مريم، اهلا وسهلا بك يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. بخير مريم، ما هي التجهيزات الخاصة بالعيد التي تقومين بها؟ ماذا؟ فستان وشنطة. أتوقع أنك جاهزة مريم، مدام فستان وشنطة وكل شيء. الحمد لله. زين، اللهم طيب. الحمد. الآن يا مريم سننتقل مباشرة إلى الشيخ محمد، سيكون معك الشيخ محمد، سيسألك سؤال وإذا أجبت بشكل صحيح ستفوزين مباشرة ب500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. نعسان اليوم محمد جدا، نعسان سينام. لا تنام يا محمد، تأثير في وقت العمل، تأثير الصيام. لا لا، أموري طيبة صدقيني، تأثير الصيام. تفضل يا شيخ محمد. حياك الله يا مريم، كيف حالكم؟ طيبين مريم. السنة كم فيها شهر؟ 12 شهر. طبعا مش هذا السؤال للحين. طيب الشهور الهجرية محرم صفر، بعدين نمشي لين نوصل شهر رمضان. شهر رمضان كم رقمه بين الشهور؟ يعني رقم 6 ولا 7 ولا 10 ولا 12؟ 11، أنا أقول 11. 11، وأنا ما أنصح تاخذين كلام ذكي. أيوة 10. من اللي قالك 10؟ فكري جيدا. من اللي قالك 10 يا مريم؟ خلي أعطيك احتمال ثاني أحسن. أختك لا تساعدك. زين، 10 ناقص 1 كم؟ التاسع. 9، والإجابة صحيحة يا محمد، دع المشاهدين هم الذين يقررون. أنا قاعد أساعد. ألف مبروك لك يا مريم، إذن 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية، واعتبريها بأنها أول عيدية. يا سلام.
رأيت شعر شعر يا شيخ. أما الآن عندنا صديقنا محمد، أهلا وسهلا يا محمد، السمي أخبارك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك؟ الحمد لله. طيب؟ إيه؟ محمد محمد وش أنت سمي حلو؟ يعني إيه؟ أنت سمي نفس الاسم محمد ومحمد. يعني فايز خلاص؟ لا 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 لازم نلعب مع أسرة ويفوز إن شاء الله. محمد جاهز حق العيد إن شاء الله؟ إيه؟ شنو جاهز حق العيد؟ شنو ناوي تسوي في العيد؟ شنو أنت مجهز حق العيد؟ عندك سؤال مليون مرة تمر عمر. ملابس العيد. ملابس العيد حلو. سمعت الفقرة اللي قبل شوي كانت مع الشيخ محمد دوسري؟ إيه. شيخ محمد عطني السؤال. أنا بسأل محمد. السؤال. سؤال من عندك. اوكي بس انت بس انا اسال اي يعني خلاص يعني تكبيرات العيد. اي صح. صلاة العيد اول شيء كم ركعة؟ اثنين ركعتين. وكم تكبيرة في الركعة الأولى؟ كم تكبيرة في الركعة الأولى؟ سبعة الركعة الأولى. أيوه. وخمسة الركعة الثانية. الله عليك. ألف واحد. جميل 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 جميل. ولكن المسابقات يلا. لنرى أي صندوق أي صندوق أي صندوق هنا. يلا يا محمد لنرى ماذا يوجد داخل الصندوق. مبروك. سؤال ولأي مسابقة؟ ألف مبروك. 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. قايل لك انت سمي واسمك محمد واسم على طول على مبروك. حصلت شكل هدايا. لا 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 لا, لا. محمد ومحمد لا بس لا والله سبحان الله الشيخ محمد ومحمد ومن ايضا محمد ليس لا عبدالله عبدالله ومحمد المتصل. اذا ألف مبروك لمحمد وألف مبروك لكل الأصدقاء الذين فازوا معنا حتى الآن في هذه الحلقة الأخيرة. شيخ محمد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، كانت فقرة سريعة ولكن وصلت المعلومات إلى الأصدقاء. الشكر هو لمشاركتك معنا ولحضورك الجميل معنا خلال هذه الحلقات، حلقات الخاصة بشهر رمضان المبارك، ولكل المعلومات التي قدمتها لنا. عفوا طبعا. ككلمة أخيرة للأصدقاء. والله أنا صراحة في برنامج الأصدقاء جدا مستمتع، أولا بلقاء يعني متجدد مع أصدقاء جدد تعرف عليهم، خاصة اللي نتعرف عليهم عبر الشاشة. أسأل الله يحفظكم ويوفقكم، ومثل ما اتفقنا يوم العيد هو يوم الفرح والسرور، فأدخل السرور على والديكم. يا أخي شيخ محمد جرب جرب جميل جدا والله. أنا ودي أتكلم عن شيخ محمد، لو نتكلم عن شيخ محمد ساعات يعني استمتعنا فعليا صراحة في هذه الفقرة معاك، واستمتعنا مع زميلنا عبد الله وايضا بالاصدقاء اللي متكررين عندنا طبعاً في البرنامج. طبعا يا محمد ايضا هنا نجدد الشكر للصديق عبد الله الغير موجود معنا هنا ولكن موجود معنا دائما يا عبد الله. شكرا لك على كل القصص التي قدمتها لنا، والشكر هو ايضا للمستقبل الرقمي للنشر الذي قدم لنا القصص التي قراها لنا عبد الله، وايضا جوائز المشتركين او الاصدقاء الموجودين معنا في الاستوديو والذين سيحصلون الان على مجموعه ايضا من الكتب المقدمه من المستقبل الرقمي للنشر. هذه لك يا نجلاء. تفضل. شكرا لك يا نجلاء، وأيضا هذه المجموعة لك يا عبد الله، ألف مبروك. وطبعا الشكر لعبد الله ولنجلاء للمشاركة معنا اليوم، أهلا وسهلا بكم أصدقاء دائمين لبرنامج الأصدقاء. أما الآن فسنتوقف مع فاصل بسيط وبعد ذلك يا محمد نعود. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد، احنا راجعين. مرحبا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم في الفقرة الثالثة والأخيرة من فقرات برنامجكم برنامج الأصدقاء، الحلقة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، وطبعا استمتعنا صراحة معاكم وأهلا وسهلا من جديد يا ذكي. أهلا وسهلا بك يا محمد. طبعا مباشرة ننتقل إلى الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة والاتصال الأخير في حلقات شهر رمضان المبارك، ونقول ألو من معنا؟ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن.
الحمد لله بخير. كيف الحال؟ بخير؟ بخير الحمد لله. عبد الرحمن، اليوم موضوع الحلقة هو تجهيزات العيد وأداب العيد. أنت بالنسبة لك ما أهم تجهيزات التي تقوم بها للعيد، وما أهم عمل تقوم به خلال العيد؟ الملابس الجديدة. جميل. وصلاة العيد. كل شيء جميل في العيد. وكما قال الشيخ محمد دائما صلة الأرحام وزيارة الأقارب، صح؟ وزور الأهل. نعم عليك. الفرحة والابتسامة طبعاً. الدعاء طبعاً. طبعاً يا عبد الرحمن، طبعاً لابد من زيارة الأقارب ولابد من الملابس الجديدة وأيضاً صلاة العيد. أهم شيء صلاة العيد، أن نبدأ العيد بصلاة العيد، وأيضاً أن نتذكر دائماً الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدتنا ولدعمنا، صح؟ صح. يعني أن نتذكر دائما الفقراء والمحتاجين، أن نعطي العيدية نحن إذا استطعنا للمحتاجين، صح يا محمد؟ أكيد يا ذكي. والآن وقت المسابقات، يلا. أو هنا فوق فوق فوق. يلا يا عبد الرحمن، لنرى ماذا يوجد في هذا الصندوق. حرف ورقم. أما الجائزة فهي 500 ريال قطرية إذا فزت معنا. يلا يا صديقنا عبد الرحمن، خلينا نشوف اخر حرف ورقم في رمضان، خلينا نشوف مع بعض على الشاشه. يلا. اوكي عبد الرحمن، تعرف اللعبه؟ ايوه. يلا سلطه. مباشره معك 90 ثانيه، عليك ان تعرف الارقام الموجوده خلف الاحرف. الوقت بدا الان من 1 الى 4. حرف الباء. حرف الباء. او ابدا بحرف الجيم. حرف الجيم سهل. حرف الجيم واحد؟ لا انتبه، من واحد إلى أربعة لازم ما يتكرر في نفس الخط. من واحد إلى أربعة يجب أن لا يتكرر لا أفقيا ولا عموديا. أتوقع اثنين؟ لا، سأقول لك أربعة لنرى. أربعة. أرأيت؟ يعني واحد أربعة اثنين ثلاثة. لا يجب أن يتكرر الرقم. يلا ابدأ أنت الآن. حرف الحاء. حرف حاء واحد. لا 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 يجب ان يتكرر الرقم. ثلاثة. يلا تابع. حرف البي. حرف الباء. يلا تعرف اللعبة الحين. حرف الباء اثنين. اثنين لنرى. اثنين. كفو. صح. يلا حرف الثاء. يلا أربعة. أربعة. يلا حرف الزاي. حرف ايش؟ الزاي. واحد. زين. صح. واحد. يلا آخر ثلاث حروف. حرف الصاد. أيوة واحد. واحد قول. واحد صح. واحد واحد من الواو بحسبها. يلا آخر حرفين. اثنين. لا أي حرف؟ اثنين. أربعة. أربعة. حرف الضاد أربعة. حرف الضاد أربعة. حرف الطاء. حرف الطاء اثنين. اثنين. وإجابة صحيحة. والمبروك. مبروك. ألف ألف مبروك يا صديقنا عبد الرحمن. 500 ريال قطرية مقدمة من قناة الريان الفضائية. كان هذا آخر اتصال يا محمد من الأصدقاء. ألف مبروك لكل الأصدقاء الذين شاركوا معنا اليوم وفازوا. وهنا يا محمد أريد أن أقول فقط لخليفة، الصديق خليفة، الاتصال الأول بأن يعيد الاتصال بنا الآن كي نستطيع أن نأخذ كل المعلومات الخاصة بك لكي نسلمك الإجازة يا الإجازة الجائزة. يا خليفة، أنا أشتاق إلى الإجازة. أنا بعد شهر رمضان سأكون إجازة يا محمد. طبعا يا محمد، وصلنا إلى ختام هذه الحلقات. في البداية وقبل أن ننتقل إلى فقرات ثانية، لابد أن نشكر كل الأصدقاء الذين شاركوا معنا خلال هذا الشهر. الأصدقاء الذين شاركوا معنا هنا في الاستوديو، الشيخ محمد الدوسري على المعلومات القيمة التي قدمها لنا خلال هذه الحلقات، وأيضا الصديق عبد الله الذي الآن هو أين موجود؟ الآن عبد الله في السنغال ما شاء الله تبارك الله. ماذا يفعل في السنغال؟ راح يكرم حفظة القرآن. الله يعني إن شاء الله أجركم على هالفعل. جميل جدا يعني، ونتمنى له التوفيق دائما. وأيضا نتمنى يعني كيف يقول الكلام الحلو، نقدم التهنئة أيضا لكل الأصدقاء الذين فازوا معنا في فقرة التواصل الاجتماعي. أسئلة كثيرة طرحناها عليكم، وآخر سؤال لهذا اليوم سأطرحه الآن مباشرة. يلا، ما رأيك أن أقول لك؟ أنت في البداية قلته، أنت والشيخ محمد تحدثتم به، وهو ما عدد تكبيرات العيد، صلاة العيد في الركعة الأولى ما هو؟
سبع ركعات. سبع ركعات، إذا هذه هي الإجابة الصحيحة، وألف مبروك لك من سيفوز معنا في هذا السؤال الأخير أيضا من حلقات برنامج الأصدقاء، حلقات شهر رمضان المبارك. شهر رمضان وحلقات العيد. حلقات العيد، تريد أن تعرف المعلومات؟ أنا ودي صراحة، وأكيد الأصدقاء ودهم يعرفوا. طبعا يا محمد، نحن سنشارك الأصدقاء بحلقات خاصة بعيد الفطر المبارك، وسنكون إن شاء الله معكم في مول قطر، في قطر مول، يوميا خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة عصرا، من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة عصرا في مول قطر، نحن بانتظاركم. والآن سأقول لكم إلى اللقاء في قطر مول. إلى اللقاء، مع السلامة، كل عام وأنتم بخير.